هذا ما قاله تشافي عن عودة الزلزول لبرشلونة. كشفت مصادر مقربة من برشلونة أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز يسعى إلى أن يشارك عبد الصمد الزلزولي الذي يلعب معارا لأوساسونا في فترة الإعداد للموسم الجديد التي تنطلق في 10 يوليو المقبل. ونقل موقع العربية الجديد أن الزلزولي لا يريد العودة لناديه الأصلي لبرشلونة إلا مقابل شرط وحيد، وفي حال لم يتحقق لنجم المنتخب المغربي فإنه لن يحمل قميص البلوغرانا خلال الموسم المقبل. وبحسب أحد لاعبي منتخب المغرب الذي يعد صديقا له، فإن الأخير أبلغه بعدم رغبته في العودة مرة أخرى إلى برشلونة لكي لا يجد نفسه مرة أخرى حبيس دكة البدلاء لكتيبة المدرب تشافي.